النعيمي، تفضل مايك معك. السلام عليكم. السلام وعليكم ورحمة الله. السلام. تحية دكتور سعد، أخ عبد الله للجميع. وعليكم الله. دكتور، أنا في نقطة بحب أكد عليها، يعني نحن كشعوب، يعني أطراف الأمة إن صح التعبير، دائما ما كنا ننظر لبلاد الحرمين يعني على إني طول ما بلاد الحرمين بخير نحن بخير، رغم كل التجريف للقيم وللمبادئ وللدين في بلادنا ورغم كل الخراب. فاليوم يعني لك إنه تتخيل شعورنا ونحن عم نشوف بلاد الحرمين تنحدر يعني لهذا المستوى وهذا الحضيض للأسف الشديد. والله أنا أتألم جدا 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 وأنا عم بحكي هاي الكلمات. عم تنحدر على كل صعيد، دينيا، أخلاقيا، علميا، سياسيا. للأسف يعني احنا كنا دائما عزائنا لما نشوف فساد في بلداننا اني بلاد الحرمين بخير فالأمة بخير. يعني واحد سرتاه اليوم نقول. ونصيحة لأهلنا في بلاد الحرمين في شبه الجزيرة عن تجربة مدفوعة الثمن غاليا، احنا اخوانكم في سوريا، والله كل ما طالت فترة حكمه كل ما زادت الكلفة، كل ما طالت كل ما أخرتوا يوم راح يزيد الكلفة عليكم. واليوم في الفضل لله عز وجل بلاد الحرمين فيها رجال على مستوى الأمة يعني بشكل صمام أمان لما بعد فترة هذا الطاغية، بخلاف سوريا. احنا في سوريا للأسف يعني فقنا على حقيقة ان مجتمعنا جرف على مدى 50 سنة من حكم المجرمين، جرف من رجالاته من علمائه من فإحنا ما نعاني اليوم ما في رجالات للأسف يعني تقود الحراك أو تترجمه. بلاد الحرمين الفضل لله عز وجل فيها رجالات على مستوى الأمة وليس على مستوى شبه الجزيرة فقط. أحدهم دكتور سعد، إحنا ما بدنا نعدد يعني مشان ما نظلم أحد، إنما كونه في حضرة الدكتور سعد فنذكره أحد هاي الرجالات، الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية. طيب، نقطة كتير مهمة، إذا نجح ابن سلمان في تجريف المجتمع لن يجدي نفعا، بقى تتحرك ما تتحرك ما عاد يجدي شيء. فحذاري، والله اليوم شكرا. أفضل من بكرة، اليوم شكرا. الكلفة أرخص من بكرة، يعني ما بقي إمعة في العالم ولا هابط ولا داعر ولا داعرة ما جاءت إلى بلاد الحرمين ودنستهم، في حين علماء الأمة في السجون. يعني شو منتظرين بعدين؟ يعني شو أكثر من هيك؟ شو منتظرين من ابن سلمان يعمل فيكم أو فينا كأمة؟ لأني اللي بيمسكم ما بيمسكم لحالكم، إحنا معكم. منتظرين يدخل عليكم على بيوتكم، يطلب نسائكم، يطلب أعراضكم، شو منتظرين؟ ما بقي شيء. اليهود استباحوا أطهر أرض في الدنيا، استباحوا مكة، استباحوا المدينة. طيب يعني ضربنا في مقتل في الصميم. لا شك، لا شك، يقيننا بالله عز وجل ستنهض الأمة، والله ستنهض وقريبا، وهذا المخاض العظيم لن ينجب فأرا، يعني راح يغير وراح يغير مشهد العالم. انما محتاجين شيء من الحركه، خطوه عمليه، ما احد ينتظر على الثاني. يعني والله انا جاري بيقوم بقوم معه، لا انت قوم، جارك بيقوم معك. يعني انا هذا الشيء حبيت شارك فيه بكل الحب، بكل الاحترام، بكل لاهلنا في بلاد الحرمين. نعم، واسال الله عز وجل، اسال الله عز وجل اني تنهض تنهضوا وتقودوا الامه كما كنتوا على مدى التاريخ. يعني